بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، محدثكم الأستاذ الدكتور طالب وليد نايف، أستاذ مادة التحليل النصوص الأدبية والقرآنية للطلاب المرحلة الثالثة. نتحدث اليوم عن توضيح معنى مادة التحليل وما تحتوي عليه من بنود ومن فصول وآليات وتفاصيل. في مسألة تحليل النصوص، قبل كل شيء يجب أن نقف على مفهوم التحليل وبماذا يختلف عن بعض المفاهيم المتداخلة، مثلا التفسير أو التأويل أو البيان المعنى، فهذا حتى يصبح لدينا مساحة جيدة للفهم. التحليل بمفهومه العام هو فك أجزاء النص وتحليل العلاقات الموجودة بين الملفوظات. فالنص كما قيل عليه هو مجموعة من الملفوظات الطبيعية المنضبطة والمتسقة. المنضبطة أو المنظمة كما يقال بأنها هي ما يحكمها علاقات النحو، أي تقوم هذه الكلمات وفق قوانين نحوية ثابتة. ومتسقة هي العلاقات التي تنتج من تناسق هذه الألفاظ أو ما نسميه بالدلالة. فهناك علاقة وثيقة بين الشكل والمضمون، فكلما كان هذا الشكل متسقا من حيث البناء اللغوي كلما كان المضمون جيدا. لذلك فقيمة النص تعتمد على بيان العلاقة بين الشكل والمضمون. مفهومة التحليل تقوم على تفكيك هذا أجزاء النص وبيان أنواع هذه العلاقات وبيان مواطن الجمال في هذه النصوص، وإن كان مجال الإبداع أو كان مجال الإخفاء. تختلف عن التفسير والتأويل بالنسبة للنصوص القرآنية من باب أنه في التفسير النص القرآني هو بيان معنى كلام الله بحسب طاقة كل مفسر، إن هي بيان معاني فقط. أما التأويل فهي أن نسلك بالنصوص القرآنية التي لا يمكن فهم معانيها لاصطدامها بأسس من أساسيات الدين إلى مسلك ثاني، مسلك مجازي أو كنائي. مثلا في قوله تعالى: من كان في هذه الدنيا أعمى. فلو أخذنا الباب الأول في التفسير وقلنا أنه كل أعمى في الدنيا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، لاصطدمت مع مفهوم العدالة الإلهية. فلهذا أولنا المعنى الأول: من كان في هذه الدنيا أعمى، قال هو أعمى القلب أو أعمى البصير. هذا ما يسمى بالتأويل، أي إيجاد مخرج للنصوص. أما التحليل فهو مسألة متقدمة، يعتمد هو خطوة ثانية تعتمد على التفسير أولا، ثم تنتقل إلى بيان مواطن الجمال وتفكيك العلاقة وبيان مدى التنسيق بين الشكل والمضمون. وعلى هذا الأساس الذي وعلى هذا أذكر النقاد العرب أهمية الشكل والمضمون، فجاء تقسيم ابن قتيبة للشعر على 4 مناطق. قال هو القسم الأول وهو أعلى مستوياته: قسم جاد لفظه وجاد معناه، أي أنه اللفظ جيد والمعنى جيد. والقسم الثاني: جاد لفظه وقصها معناه، أي الشكل كان جميلا ولكن المضمون لم يكن شيء. والقسم الثالث هو قسم جاد معناه وقصها لفظه، أي المضمون كان جيدا ولكن المعاني ولكن الشكل لم يستطيع أن ينهض بأن يطابق المضمون. والقسم الرابع قال: ما قصها لفظه وقصها معناه. إذن هذا التقسيم كان قائم على أساس العلاقة ما بين الشكل اللغوي والمضمون الدلالي، الذي تطور بعد ذلك عند عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، وأصبحت ما يسمى لدينا نظرية النظم القائمة على أساس العلاقة بين الشكل والمضمون، التي فسرت أنه الإعجاز وبشكل عام الإعجاز القرآني كانت مهتمة به، والنظم بشكل عام هو قائم على أساس وجود هذه العلاقة الناجحة بين الشكل وبين المضمون. فجاءت بمستوياتها الثلاث: المستوى الألفاظ، قالت إنه الألفاظ لا تتفاضل فيما بينها البين من حيث الحسن والقبح، لأنها اللفظ لا يمكن أن يعطي معنى يحسن السكوت عليه، فلهذا قال: توصف الألفاظ بالفصاحة ولكن لا توصف بالبلاغة. ومثل لذلك بأمثلة متعددة. ثم قال بالمفهوم الثاني إنه مستوى النص، قال أما مستوى اللفظ عفوا قال أما مستوى اللفظ فهو الجمالية اللفظ تقوم، أو معنى الجملة أو جمالية الجملة تقوم على أساس العلاقة بين المسند والمسند إليه. فكلما كانت هذه العلاقة
متوازنة ومتسقة جاءت المعاني جميلة، وكلما أصبح اختلاف عندنا في هذه العلاقة اختلفت في المعاني. وفسها على قوله زيد قائم وقائم زيد، قال من حيث الألفاظ هي نفسها، ولكن اختلفت الشكل اللغوي فأصبحت الأولى إخبارية وأصبحت الثانية للاختصاص. ثم انتقل بعد ذلك إلى مرحلة متقدمة وهي النص. قال أما النص فأساسه يقوم على علاقة جمل بعضها مع بعض، فكل النظرية قامت على أساس أنه النظم هو الأساس المتحكم في جمالية النصوص. عملية تحليل النصوص هي عملية تفكيك أجزاء هذا النظم وفهم العلاقات الموجودة بين النصوص، وكيف أنه الأديب أو المبدع أو منشئ النص استطاع أن يكون هذه المعاني الدلالية من خلال إيجاد هذه العلاقات اللغوية أو هذا البناء اللغوي بين الألفاظ، أدت إلى إيجاد هذه العلاقات اللغوية. في مادة تحليل النص هو هدفنا الوقوف على هذه الأشكال. في مادة تحليل النص الأدبي نقف على هذه الأشكال وفق المناهج التي موجودة، وفق المناهج النصية أو المناهج السياقية. فالمناهج النصية التي اهتمت بالنص ولا شيء حول النص، كالمنهج البنيوي والمنهج الأسلوبي، والمناهج السياقية التي فسرت الإبداع اهتمت بالسياق أكثر ما اهتمت في النص، كالمنهج النفسي الذي فسرها الإبداع على أساس نظريات فرويد وعلم النفس، والمنهج الاجتماعي الذي قال بأنه العمل الأدبي هو عملية انعكاس للمجتمع، وبدأ يحمل النص الأدبي أهدافا وغايات غاياتها خدمة المجتمع، فهو من المجتمع وإلى المجتمع، وأن الإبداع وأن المجتمع هو الظاهرة الاجتماعية هي من ألهمت الأديب ليكتب، فهو ألهمته وسوق الأديب إنتاجه للمجتمع. ثم والمنهج التاريخي الذي يعتبر أنه النص الأدبي هو لوحة تاريخية بكل تفاصيلها. أما في تحليل النص القرآني فالاعتماد على الأولا على التفسير النص بمعناه بوجهات النظر المختلفة، ثم بعد ذلك الاتكاء إلى مرحلة متقدمة لكشف العلاقات الدلالية الموجودة بين النصوص من خلال فنون العلوم البلاغة، ومن خلال معاني النحو، ومن خلال التصريف، ومن خلال الدلالة وكل تفصيلاتها، أي كيف استطاع النص القرآني أن يصل لنا هذا المعاني بهذا الشكل، وكيف كان هذا الشكل معجزا للعرب بحيث لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، مع أنه الألفاظ كانت من جنس ألفاظهم والمعاني كانت متداولة لديهم، ولكن أن تنظم هذه الألفاظ بهذا الشكل لتعطي هكذا معاني خالدة سامية هو اللي ما نحاول أن نبحث عنه وبيان جمالياته بهذه التفاصيل. هذه إشارة موجزة أو نبذة تعريفية موجزة عن منهجية مادة تحليل النصوص التي سوف تدرس في مادة الصف الثالث لفصليه الأدبي والفصل القرآني، ثم سنكون لنا وقفات ثانية في محاضرات ثانية نتناول تحليل النصوص بشيء من التفصيل. وشكرا لكم.